خلال لقاء ببرنامج مجتمع وعي، أكد معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة أن سفارات مملكة البحرين في الخارج بذلت جهودا حثيثة لمتابعة وخدمة المواطنين في الخارج في ظل جائحة فيروس كورونا. ما قمنا فيه إلا هي ترجمة لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة وحكومة الرئيس الرشيدة برئاسة سيدي صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان وبتوجيهات صاحب السمو ولي العهد، كلها تصب في أن احنا نوفر كل ما يحتاج البر البحريني في مختلف أوجه العالم، إن كان في بريطانيا أو في غيرها، فكلنا يعني قدرنا نخدمهم باللي نقدر عليه في أي بلد، ولا كان في هناك يعني بالعكس شفنا تعاون من الجميع، السفارات، جميع العاملين، الإخوان في وزارة الخارجية على رأسهم سعادة وزير الخارجية اللي بعد وجهنا ليل نهار بأن نوفر ما هو يعني موجود وغير موجود لخدمة يعني هالبحرين. ابتدت سفارة البحرين في مسارين، يمكن مسار داخل السفارة بالنسبة لعملنا، بالنسبة لموظفينا، بالنسبة للمتعاملين مع السفارة، فأخذنا إجراءات اللي تضمن سلامتهم وتضمن سير العمل إن كان في السفارة أو من البيت. أيضا ابتدينا في تسجيل المواطنين اللي في لندن، يمكن في بريطانيا تختلف عن كثير من الدول، عندنا في بريطانيا طلبة يقدر بعدد عددهم 1500 طالب، عندنا سواح، عندنا مرضى، عندنا عاملين في لندن، فعندنا مختلف يعني شرائح من المجتمع وفي مختلف المدن في بريطانيا، فبدينا نحصر عددهم وطلبنا منهم التسجيل في موقع السفارة على أساس نبتدي نخطط لعملية الإجلاء. الشكر موصول لطاقم السفارة اللي قدروا يترجمون توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى في يعني أن احنا نسهل جميع إجراءات المواطنين في الخارج، فالجميع عمل كفريق واحد وقدروا انهم يعني يسهلون كل متطلبات البحرين في الخارج. ففي من في الدول الاوروبيه يمكن ما عنده فيزا لبريطانيا، ولكن الرحلات الى البحرين من بريطانيا، فيحتاج يوصل لندن، واذا بدون فيزا يمكن ما يدخل او ما يركب الطياره، فاخذنا اذن من وزاره الخارجيه البريطانيه لمجموعه من البحرينيين اللي قدرنا نجيبهم من بلدانهم وترانزيت في لندن الى البحرين. في بعض الطلبة أو بعض الحالات خارج لندن وما كانوا يقدرون يوصلون لها بسهولة، فوفرنا لهم المواصلات. كنا في بعض الأحيان إذا في شخص عنده وتبين عليه الأعراض نرسل له الاختبار اللي ممكن يأخذه عن طريق مستشفى خاص. نعم. وأيضا قدرنا نوفر لهم بعض الأدوية اللي يمكن في ذاك الوقت كان فيها في البداية كان في شح في بعض الأدوية في السوق البريطاني بسبب تزاحم الناس على وتكدس الناس في المحلات التجارية، مما يعني صار في صعوبة في يعني الحصول على بعض الأدوية.